الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر الأسبق يعد واحد من العلامات المهمة في تاريخ نادي النصر. يعني ربما البعض يرى أن الأمير فيصل بن تركي كان هو المؤسس الثاني لنادي النصر في التأسيس، طبعا مو المقصد فيها التأسيس تأسيس النادي، لا، القائد الرئيسي لمرحلة صناعة اسم النصر كانت في فترة الأمير عبد الرحمن بن سعود رحمة الله عليه. تعاقب بعد كذا مجموعة من الرؤساء، لم يترك أحد منهم أثرا بحجم فيصل بن تركي. ليه؟ مع حفظ الألقاب. الأمير فيصل بن تركي جاء للنادي وهو غائب فترة طويلة عن البطولات وغائب فترة طويلة عن المنصات، وأصبح النادي يعني يفتقد للمواهب. بعد جيل كامل سيطر على ساحة على الساحة المحلية وعلى العناصر الرئيسية في المنتخب الوطني، ماجد عبد الله ومحيسن الجمعان وفهد الهريفي، يعني تعد أسماء ما شاء الله تبارك الله. ترك النصر أثر كبير في الساحة السعودية فترة الثمانينات وجزء من أو فترة الثمانينات يمكن هي الأبرز وجزء من التسعينات. فيصل بن تركي لما جاء رئاسة النصر دخل فيهم مرحلة جديدة كانت بدايتها 2014. اليوم الأمير فيصل بن تركي يذكر بهذا الموسم. فيصل بن تركي رجل لا ينسى، لم يكن نتاج مرحلة ولا نتاج موسم واحد. الأول من فبراير عام 2014 عهد فريق النصر معانقته للذهب من خلال التتويج بكأس ولي العهد بعد تغلبه على الهلال في النهائي بهدفين مقابل هدف. ها هو النصر الآن يفرح كل جماهيره، يفرح بهذه اللوحة، مبروك للنصر كأس سيدي ولي العهد، هذه اللحظات وهذه الفرحة الغامرة. النصر كان غائبا عن المنصات، إصرار وعزيمة رئيس النصر حينها الأمير فيصل بن تركي أعاد الفريق للبطولات. يا عالمي مجدد النصر الأمير فيصل بن تركي أبرم جملة من التعاقدات المحلية والخارجية وجلب العديد من النجوم. تلك التعاقدات مهدت الطريق للعودة إلى منصات الذهب. في عهد الأمير للنصر، مبروك للعالم الكبير. عانى نادي النصر منذ وفاة رمزه التاريخي الأمير عبد الرحمن بن سعود في 2004 من قضايا مالية وإدارية عدة أدت به إلى منطقة بعيدة عن منصات التتويج لسنوات طوال، حتى لاح في الأفق اسم الأمير فيصل بن تركي. تمكن الرئيس الشاب بعد سنوات من العمل في إدارة نادي النصر من إعادته إلى منصات التتويج، وحقق تباعا بطولة كأس ولي العهد ثم لقب دوري المحترفين السعودي لموسمين متتاليين، وبات يتمتع بشعبية جارفة لا تضاهى، وصنع فريقا كان مرشحا لحصد كل الألقاب. الأمير فيصل بن تركي احتفل بذكرى كأس ولي العهد عام 2014 عبر تويتر، فرئيس النصر الأسبق يدرك تماما حجم أهمية ذلك اللقب الذي كان بمثابة مفتاح للباب الكبير الذي عاد منه النصر المنافسة وحصد البطولات.